لمختبر السرديات بهذه الكلية العامرة على الدعوة الكريمة. ارتأيت أن أختار من بين أعمالي السي محمد مباركي رواية رائحة التراب المبلل، وأبحث من خلالها على المنسي والمغيب في مجتمعنا المغربي. هذه الرواية التي اختار الروائي محمد مباركي اجتزاء من المجتمع المغربي، ويجعل من شخوصها وأحداثها انعكاسا للمقصي والمنسي والمهمش من قطاع عريض من المغاربة. ظن كثير ممن غش بصرهم ضوء المدينة ومدنيتها أن مظاهرهم اندثرت وامحت، فأبى الروائي إلا أن يتوقف عند واقع استثنائي ويستوقفنا ليحول أنظارنا إلى ما تنسيناه من مجتمعنا، فيطلعنا على قلقه وتصدعاته التي ما زالت مستمرة في الزمن. بالرغم من ارتباط أحداث الرواية بفترة زمنية بعيدة تعود إلى فترة الحماية، فإذا كانت هذه الفترة قد ولت بأحداثها التاريخية والسياسية، فإن الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي ما زال محط تساؤل في تخوم المغرب بخاصة. وهو ما ارتأت الرواية أن تجعله مسرحا لأحداثها، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على بطء قطار التنمية الذي اختير له مسير محدد، وقصور في تصور هذه التنمية ذاتها التي غيبت مجال الثقافة، هذا القطاع الحيوي الذي بإمكانه أن يضع حدا للعديد من المشاكل الاجتماعية التي حبلت بها الرواية. إن الروائي محمد مباركي وهو يخلق معادلا روائيا للمجتمع المغربي من خلال هذا العمل لا يقف عند حدود الكائن فيه، ولا يخضع لصورته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وإنما يسعى إلى تجديده والبحث عن الممكن فيه من خلال عمليتي الهدم والبناء، ورفضا لتكريس الواقع وتجنبا للواقعية التي تقتل الإبداع. وتتجلى عملية البناء والسعي إلى جعل الكائن ممكنات من خلال وعي الشخصيات بواقعها وتوقها إلى البحث عن شهادة ميلاد جديدة بعد ولادة خاطئة في مجتمع أثخنه الفقر والجهل والظلم والتسلط. وقد اضطرتنا متابعة تفاصيل هذا العالم الروائي إلى استنباط دعامتين اثنتين شكلت في اعتقادنا قوامه وأسس بنائه، جعلنا منها مدخلين للقراءة، فرصدنا في الأول صورا لحالات إنسانية، وفي الثاني تتبعنا البحث الحثيث للشخصيات عن الولادة الثانية. وسأبدأ في المحور الأول برصد هذه الحالات الإنسانية تحت عنوان صور الواقع المغربي. تمدنا الرواية بصور مجتمع تخضع فيه الحياة لمواضعات اجتماعية، مجتمع تحكمه الأعراف والتقاليد والأساطير ويخيم عليه الجهل والفقر. ولا شك في أن مجتمعا من هذا القبيل لا يمكن أن تنبعث منه غير رائحة الغدر والخيانة والظلم والقهر والجور، تلك هي رائحة التراب المبلل التي رصدها المبدع محمد مباركي، والتي أنجبت طفل عسو من أبوين جمعت بينهما الخطيئة ونهشت جسد الأم زهور، فبعد أن استفرغت منه اللذة طوح بصاحبته نحو المجهول، أو بالأحرى منحت بطاقة هوية ممارسة الرذيلة في العلن. فبدل أن يحتضن هذا الجسد المكلوم وتلملم جراحاته زيد طعنا ووغرا، وأشاحت القرية بوجهها عن صاحبته لا لشيء إلا لأن مفترسه من علية القوم. وكما تحاشت القرية هذا المجتمع الصغير الأم زهور
تحامى الطفل عسو فأفرد إفراد البعير الأجرب من قبل الكبار قبل الصغار الذين لم يتورعوا عن سلقه بألسنة حداد تركت ندوبا في نفسه حتى بعد اشتداد عوده. فمؤدب الصبيان الفقيه أحمد بن قاسم لم كان دائما ينعته بابن الحرام. وهذا المجتمع الذي يعيش هذه المفارقات يخضع لبنية ثقافية بالية تؤطر سلوكاتنا وتنظم علاقاتنا، فما زالت الأسرة المغربية تخضع لسلطة الأب حتى في حالة خطئه وتجبره وظلمه لأبنائه، فرأيه وقراراته لا تناقش ولا ترد لكون الأخذ بها قرين الرضا ورفضها قرين السخط، وهو الموقف الذي جسده الحسن شريك زهور في الرذيلة. وبالرغم من اعترافه بما اقترفته يداه إلا أن أباه سعيد صده عن هذا الاعتراف وخيره بين السخط والرضا إن هو أعلن ذلك أمام الملأ أو سولت له نفسه تصحيح خطائه. هذا النوع من السلوك فيه استغلال لتلك المكانة السامية التي رفع إليها الإسلام الوالدين وسوء فهم للدور الذي ينبغي أن يؤديه الأب داخل الأسرة، فتجدهما يتحكمان في مصير أبنائهم ويتدخلون في حياتهم الخاصة فيزوجونهم متى شاءوا ومع من أحبوا ويطلقونهم أن أرادوا، كل ذلك باسم رضا الوالدين وطاعتهم. والأفظع من ذلك أنهم لا يتكلمون أحيانا إلا حين يؤذن لهم. يصف سي محمد المباركي هذا الأمر في قوله: فيتحول الأبناء إلى آدميين مشيئين مسلوب الحرية في اتخاذ القرار في حياتهم. كما عرج السارد عن رواسب مجتمعية وثقافية أخرى كمفهوم الفحولة والرجولة التي ارتبطت بقوة العضلات وممارسة العنف بمختلف تجلياته البدني واللفظي والجنسي، ولعل أكبر تجل له هو ما حكته الجدة حليمة لحفيدتها السعدية عن ليلة زفافها، وهي ليلة بقيت موشومة في ذاكرتها وعلى جسدها بمداد الألم، كما يصف الكاتب ذلك في هذا المقطع: دخل عليها عريس عملاق رعبت من هيئته فتكومت على نفسها في زاوية من الحجرة، إلى غير ذلك. لقد وقر في أذهان الناس أن أهلية الرجل للزواج تتمثل في قدرته على التحكم وفرض سلطته وإظهار فحولته، وذلك في أول لقاء يجمعه بزوجته حتى وإن اقتضى الأمر إيلامها وكسر خاطرها، لأن المرأة، يقول سي محمد المباركي ولست أنا القائل، لأن المرأة في الليلة الأولى إما أن تراك سبوعا وإما أن تراك ضبوعا. ولكي يقربنا المبدع محمد المباركي أكثر من هذه المواضعات الاجتماعية التي تخنق مجتمعنا، يقدم لنا صورة الفقيه أحمد بن قاسم، وهو الاسم يناقش سي محمد المباركي لأننا نعرف أحمد بن قاسم مبدع يعني من الطراز الرفيع كذلك في القصة. أحمد بن قاسم نور العلم المشع في القبيلة في تعامله مع زوجاته الثلاث اللواتي منعن من مغادرة عتبة الباب، فهو لا يكاد يذكرهن بقولته التي آمن بها حتى النقاع: للمرأة خرجتان، الأولى من دار أبيها إلى دار زوجها والثانية من دار زوجها إلى قبرها، وما بين الخرجة الأولى والثانية عاشت زوجته الثالثة زبيدة التي كانت تصغره بعشرين سنة. وما معاملة الفقيه لزوجاته غير صورة جزئية مستقطعة من صورة عامة هي المجتمع المغربي قديمه وحديثه، مجتمع ما زالت فيه المرأة تصارع جسدا وروحا من أجل الكرامة والتحرر والانعتاق بعد أن غيب دورها وتنكر لمكانتها باعتبارها نصف المجتمع لا يمكن للحياة أن تقوم في غيابها، فقد وظفت في المغرب العميق ولا تزال آلة للإنجاب وإنجاز الأعمال الفلاحية،
يصف هذا السي محمد المباركي. فلا الزوجات ولا أولادهن إلا أدوات يستعين بهم، أي الرجل في العمل، عمل يقمن به مكرهات وتحت التهديد. ويضيف الكاتب قائلا: الأصوات أمامهن واللعنات وراءهن، وما عليهن إلا الطاعة والتنفيذ. وتبدأ معاناة المرأة في هذا المجتمع مبكرا، إذ تغتصب طفولتها ويتم تزويجها قاصرا ولأول طارق، فتنتهك حريتها في اختيار شريك حياتها. لم تتوقف اختلالات المجتمع عند صورة المرأة كما قدمتها الرواية، فقد أطلعنا الكاتب على أمر السلطة الدينية التي تفرض سيطرتها في المجتمعات التقليدية التي تنتشر فيها الأمية، وهي سلطة لا تستند إلى العقل أو الدين بضوابطه الشرعية الصحيحة، وإنما هي في أغلبها معايير موروثة تستمد قوانينها من الأعراف والتقاليد، وتستند إلى العوامل النفسية في إعطاء الشرعية لما تقوم به، فتجلب تأييد الآخرين وتنال ثقتهم إلى الحد الذي تصير فيه هذه الثقة تقديسا وطاعة عمياء، فيدافعون عنها بكل ما أوتوا من قوة، ويثورون في وجه من خالفها أو تمرد عليها. وقد تمثلت هذه السلطة دائما في شخصية الفقيه أحمد بن القاسم، الذي لم تقتصر سلوكاته الهمجية على الإساءة إلى زوجاته، فقد استغل سلطته الدينية التي تمتع بها بين أهل القرية، وهي سلطة فاسدة لا تقيم للشرع حدودا، ولكن بالرغم من ذلك فلا أحد يملك جرأة انتقادها ومعارضتها أو حتى التشكيك فيها، فقد آمن أهل القرية جميعا ببركة الفقيه وفوضوا إليهم مهاما متنوعة، يعددها الكاتب في قوله: مهام الفقيه السي أحمد متعددة ومتنوعة، تنوع الأمراض من المحبة بين الزوجين ورفع العناس والحجامة وتجبير الكسور وختان الأطفال إلى تعليم الصبية. ويظهر فساد هذه السلطة من خلال ممثلها، فالفقيه يدخن الكيف ويتحرش بالنساء حتى وهن مسجيات أمامه، فيمارس عليهن جهله. ويجسد الفقيه أيضا صورة الإنسان المتعلم والواعي، غير أنه فيما يبدو وعي شقي وتعلم سلبي لم يقدم أي فائدة للمجتمع، وهذا حال كثير من المثقفين وحملة العلم في مجتمعنا، المفترض فيهم أن يكونوا وقود التغيير والتحديث ونشر القيم الإنسانية وتنوير المواطنين، غير أنهم أغرقوه في المحن والإحن بتكريسهم لثقافة الانتهازية واستغلال النفوذ والتسلط والتحكم. إن المجتمع المغربي أو إن المجتمع الذي يدين بالأساطير ويخضع للأعراف والتقاليد ويتخذ من المسلمات الاجتماعية الشعبية، وهي مسكوكات لغوية ذكرها سي محمد الباركي في الرواية كقوله: للمرأة خرجتان، الرجال لا عيب فيهم والنساء هن المعيبات، المرأة حجبة، دير رأي الوالدين وخا بخسارة، وإذا تكلم الكبار سكت الصغار، لا يحسن الكلام من لم يتعلم السكوت، إلى غير ذلك. كل هذه الأمور هي مواضعات لا أساس لها من الصحة رصدها الكاتب. العنصر الثاني الذي سأتطرق إليه هو وعي السي محمد البركي بطريقة توظيف الشخصيات التي جعلها ترفض كل هذه الحيوات وتبحث عن ولادة ثانية، لأنها تعتبر أن ولادتها الأولى هي ولادة خاطئة. قد عبرت العديد من شخصيات الرواية عن امتعاضها من هذا الواقع الخانق ورفضها للقيود التي فرضت عليها تحت يافطة الدين وباسم طاعة الوالدين والمحافظة على الأعراف والتقاليد، فوطدت العزم على التحرر والانعتاق والبحث عن ولادة ثانية صحيحة بعد أولى اعتبرت وقوعها حدثا خاطئا. مثلها الأعلى في ذلك عائلة المعمر موريس، فقد رأت النساء في بنت موريس وزوجته الحرية تمشي على قدمين عاجيين، وبخاصة السعدية التي أعجبت كثيرا بحياة هذه العائلة وما كان يحكيه عنها خالها قدور المقرب من أفرادها بحكم اشتغالهم في ضيعتهم. فقد وجدت السعدية بين عالمين متناقضين، الأول حقيقي عاشت وقائعه بكل سلبياتها وعاينت أحداثه اللا إنسانية بأم عينيها عبر نساء القرية اللواتي كن يسقن كإيماء إلى بيت الزوجية، من ذلك زوجات الفقيه أحمد بن القاسم الزوجات الثلاث. والثاني العالم الثاني هو محكي، ولكنه ليس بالغريب لكون الحاكي أمينا فيما نقله من صور الحرية
والإنسانية التي تملأه. فكان أن نفرت من الأول وتطلعت إلى الثاني. سأختم هذه الورقة بالخلاصة التالية: إن نقل المبدع محمد مباركي لهذه التجارب المجتمعية وتعبيره عن هذه الحالات الإنسانية دليل على خبره وإدراكه للمجتمع المغربي ووعيه بتشابكاته الاجتماعية. فالتراب الذي استنبت منه أحداث هذا العمل الروائي لم يبلله الطل، وإنما دموع الأسى والحزن التي ملأت مآقي الشخصيات التي ظلت تبحث لها عن ولادة ثانية وحياة جديدة تكفكف دموعها وتقر عيونها. وعبر مسيرة البحث هذه وما اعتمل خلالها من أحداث يؤكد المبدع من جانب آخر خبرته الفنية، فتكون بذلك رواية رائحة التراب المبلل قد جمعت بين شمالية الشكل وعمق المضمون. أشكركم على التتبع وأتمنى أن أكون خفيف الظل. وصف هذا الواقع، وإنما حاول أن يغوص فيه، وذلك بجعل شخصيته تعي واقعها وتسعى إلى تغييره وإعادة بنائه، أو ما سمناه بالبحث عن ولادة جديدة، وذلك من خلال محورين: المحور الأول رصد في حالات إنسانية لمجموعة من الشخصيات، وخصوصا شخصية الفقير وشخصية مجموعة من النسوة. ثم في المحور الثاني رصد فيه بحث مجموعة من الشخصيات عن ولادة ثانية. نشكره مرة أخرى على مداخلته، وننتقل إلى مداخلة الأستاذ محمد دوهو التي سأقرأ عليكم بعضا جزءا منها. محمد دوهو عنوان مداخلته بتحولات المحكي في رواية شروق شمسين. يقول سي محمد دوهو: من يتأمل جيدا رواية شروق شمسين سيقف على عنصر المفارقة في عتبة العنوان المركزية. كيف يمكن لشمسين أن تشرق في الآن ذاته؟ هل نحن أمام زمنين وفضائين مختلفين من حيث زمن تلفظ؟ زمن كتابة رواية شروق شمسين، نحن أمام مجاز الشمس كما يقول عبد الفتاح كيليدو، وكما يقول مستحضرا جاك ديريدا: دورة الشمس تكون دائما بمثابة خط مسيرة الاستعارة في قلب الميتافيزيقا. يرى ديريدا عمل الشمس والاستعارة وذلك في المفاهيم المعروفة الظهور، المفاهيم المعروفة الظهور والخفاء، المشاهد وغير المشاهد، الحاضر والغائب. هناك علاقة بين الشمس والاستعارة، تمتاز الشمس بالنور الذي تضفي على الوجود فتظهر الأشياء والأجسام وتجلي ما هو خفي. كذلك حكم السعارة، فإنها كما يقول عبد القاهر الجرجاني: نيرة متلألئة إن شئت أردتك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل، كأنها قد جسمت حتى رأت العيون. يحتمل السؤال جوابان: الأول يرتبط بموجة الشمس التي تعبر في النص اتصالها بخالقها الفقير المتيم، إذ يظل الصد وضاء يلمع زمنه في زمن الحكاية والقراءة. لكن ما أن تذهب موجة الشمس حتى يبدأ ظلام اليأس والحسرة والحزن يهيمن على الزمن والمكان، ظلام كاد يرمي بالفقير المتيم في عوالم جنون التي تنتفي فيه الحدود بين المعنى واللا معنى. الانفصال عن موجة، عن زمن مثالي بالنسبة للفقير والقارئ أيضا، وإلا لمن يحكي الراوي إذا قصته؟ أكيد أن هناك قارئا ضمنيا
يريد الراوي الواقعي الذي هو الكاتب أن يصطنعه لنفسه في مسار الحكي ويشاركه وعتى السفر إلى ذلك الماضي الجميل ماضي الأندلس. لكن التحول الذي حدث بانفصال الفقير عن موجة هو تحول استعاري على مستوى المتخيل وعلى مستوى التاريخ. التحول الثاني حدث انفصال العرب عن موجة الأندلس عن موجة الأندلس وغربت شمسها في صيرورة التحولات التي عرفها العرب، وبالتالي فضياع زمن موجة والفقير نكبة تاريخية وحضارية مني بها العرب في الأندلس وجرى محو ذكراهم بالنار والحديد والتنصير. وكما سلف الذكر كانت رواية ثلاثية غرناطة على سبيل المثال الحصر خير أنموذج الروائي جسد تجليات تلك النكبة الحضارية الكبرى. أما التحول الأول فيسعى على مستوى المتخيل إلى استعادة تلك المرحلة بسفر الفقيه إلى تونس لاسترجاع موضوع رغبته المفقود الذي يشكل الاتصال به بحثاً عن توازنه الوجودي المفقود. الشمس الثانية هي الكتابة كشمس، الكتابة التي تشرق من ظلام النسيان، وبالتالي فالكتابة هنا كتابة النسيان تريد أن تستحضر مغيبة في الذاكرة. شمس الكتابة التي تكتب عن شمس أخرى غاب زمنها، لكن الكتابة تشرق كالشمس لطرد ظلام النسيان عنها وإزاحة الستار عن مكبوت التاريخ لغفو ليدو الإسطوار الذي يتمثل في الأندلس التي شخص ضياعها أبو البقاء الروندي في مرثيته الشهيرة. وبما أن لا شعور لا تاريخ له، فإن العربي كلما نطق اسم الأندلس أمامه إلا وانفجرت ذكراها وحضارتها في لا شعوره. وبالتالي تنضاف رواية شروق شمسين، شمس سماوية وشمس أرضية لتلك المرويات التي عادت لتحفر في تاريخ الأندلس الفردوسي العربي المفقود، ومن بينها رواية ثلاثية غرناطة لرضوى عاشور والموريسكي الأخير لصبحي موسى وغارب محمد لعبد القهار وحسن لعبد القهار وحسن التراب لأحمد عبد اللطيف وربيع قرطبة لحسن أوريد وغرناطة الحسن الأخير لفايز رشيد. انتهى ملخص مداخلة الأستاذ محمد دوهو الذي تعذر عليه الحضور، وشكرا لكم. الآن ننتقل إلى المتدخلة الرابعة الأستاذة مريم سعيدي بورقة تحمل عنوان التخيل التاريخي ومظاهر الاستقاق بالأندلس في رواية هذا الرضيع، فلتتفضل. شكرا.